اهلا بحضراتكم، واولى اخبارنا من جولتنا المحليه هنبتديها من نادي القرن، النادي الاهلي وبطوله كاس الكونفدراليه ونهائي بطوله كاس الكونفدراليه اللي خاض مباراه ذهاب النادي الاهلي امام سيو سبورت في مباراه صعبه، ظروفها صعبه من يمكن كل النواحي، ظروف صعبه في القائمه الافريقيه، النادي الاهلي مسافر تقريبا ب 15 لاعب فقط، يمكن كان منهم ناس لسه ما بتلعبش الفتره اللي فاتت بشكل كبير، الترتين اللي كان بيلعب عليه النادي الاهلي، يمكن الحقيقة ظروف صعبة جدا جدا بيعيشها النادي الأهلي في البطولات الإفريقية دايما، ولكن دايما عودنا النادي الأهلي في كل كوادره سواء الجهاز الإداري الجهاز الفني اللاعبين على الإصرار والعزيمة والروح والجدية هي اللي بتدي دايما البطولات، وده اللي تعودنا عليه دايما من النادي الأهلي رغم الخسارة 1-2، ولكن كل تمنياتنا إن شاء الله الفترة اللي جاية أو المباراة القادمة إن شاء الله يوم السبت للنادي الأهلي بالحصول على هذه البطولة كأول بطولة تدخل سجلات الاتحاد المصري كأول نادي مصري يحصل على هذه البطولة. خلينا نروح طبعا لمدير الكرة بالنادي الأهلي ونجم منتخب مصر السابق والنادي الأهلي كابتن وائل جمعة. كابتن وائل مساء الخير. ألو كابتن وائل. كابتن أشرف ازيك عامل ايه؟ ازيك كابتن عامل ايه؟ الله يسلمك ربنا. في الأول الحمد لله على السلامة كابتن. ربنا يسلمك الله يخليك. كابتن وائل متهيألي اللعب كان أسهل ولا إيه؟ طبعا. أنا صوتي راح أول مرة صوتي يروح في ال وانا بلعب ما كانش صوتي بيروح كده على في وانا قاعد بره يعني. الامور صعبه قوي يا كابتن بصراحه يعني يعني في واحنا بنلعب كان الموضوع سهل انك بتلعب المباراه بتركز في الماتش وخلاص والمواضيع سهله يعني دلوقتي هو مركز في نفسه بس مركز لكل القائمه كابتن مركز حواليك يعني طبعا معلش يا كابتن يعني ان شاء الله بالتوفيق الفتره اللي جايه. كابتن وائل ظروف المباراه يمكن كانت صعبه يعني القائمه قليله جدا عدد اللعيبه كان قليل جدا النادي الاهلي سافر بيهم ظروف الاصابات كتيره جدا يمكن كنت بتكلم قبل المباراه ان الفريق كامل بره النادي الاهلي الاصابات والغيابات وفرقه كامله مش مسافره مع النادي الاهلي وظروف صعبه هناك ملعب الترتان اللي هيلعب فيه النادي الاهلي الظروف الاجواء او الجو صعب جدا وحضرتك اكيد سافرت قبل المباراه وعشت الاجواء دي كابتن وائل. والله انا مش عايز اتكلم طبعا في الظروف خاصه بقائمه اللعيبه خلاص انت وصلت للمرحله لنقطه النهايه يعني فمش عايزين نفتكر الظروف دي عايزين نركز بس في المباراه النهائيه. طبعا عندنا مشاكل كبيره جدا في عدد اللعيبه مش هتكلم في ان انت عندك مراكز ملهاش بديل يعني عندنا بعض لعيبه يعني الحمد لله ان تريزيجيه ليه بديل يعوضه انما احنا عندنا مراكز الفرقه في الناحيه الدفاعيه مثلا ما لهمش بدائل يعني لو قدر الله نجيب ولا سعد غاب الماتش الجاي يبقاش في سيرد باك يلعب لو باسم مش موجود مفيش باك رايت يلعب بس انت موجود يا كابتن يعني انت موجود ويمكن جريدو مستر جريدو قال ان ممكن تلعب المباراه دي لو احتاجك يعني وانا برضو من الناس اللي اثرت في القايمه برضو لان انا كنت لغايه دلوقتي واخد مكان المفروض يعني طبعا يعني الحمد لله طبعا ان احنا وصلنا للنهائي وزي ما قلت لو النادي الاهلي فيه 11 لعيب بس ان شاء الله هو قادر ومرشح ان هو يفوز بالبطوله فربنا يكرم ان شاء الله باي حد هيبقى موجود بقى يلعب عندنا دلوقتي المتاح بعد ايقاف تريزيجيه 16 لعيب منهم جونين فربنا يكرم ان شاء الله يعني وعوده شريف عبد الفضيل وعبد الله السعيد الماتش اللي فات برضه يعني من الحاجات الكويسه ان شاء الله تساعدنا باذن الله في المباراه بتاعت العوده دي مباراه هتبقى صعبه جدا اللعيبه حاولت وادت في الظروف الصعبه اللي كنا فيها في ابيجان الجول الثاني اللي جه يعني في توقيت كان لازم انت تجيب الجول الثاني انما في الاخر الحمد لله طبعا نتيجه بتاعت ربنا وكده كده حتى لو المباراه كانت انتهت تعادل احنا لازم نسجل في ملعبنا فان شاء الله مطالبين ان احنا لازم نسجل باذن الله محتاجين دعم جمهورنا جدا جدا لعيبه زي ما بقول لك حاولت واجتهدت درجه حركه عاليه جدا في الملعب الترتان ده مع الشمس بيسخن بيأثر جامد جدا على اللعيبه فالحمد لله ان هم كلهم حاولوا واللي كان في حاجه تحمل على نفسه كمل المباراه
كابتن وائل، التعامل في المباراه دي من مستر جاريدو، شايف انه يعني من النواحي التكتيكيه والخططيه سواء في التوازن الدفاع والهجوم، شايف ان الفرقه الحمد لله ادت ما عليها خلال المباراه كلها، ولا كنت شايف ان ممكن نخرج بالمباراه دي بمكسب، خاصه النادي الاهلي في فترات كان يعني مسيطر في وسط الملعب، وكان ممكن يعني الفرص اللي ضاعت سواء من وليد سليمان او تريزيجيه كان ممكن نعدل او نعدل النتيجه الاحسن من كده ونرجع بفوز؟ هو بحسابات الفرص طبعا اللي حصلت، المباراه دي كانت منتهيه تعادل يعني، لان هما برضو الفرقه الثانيه ضيعت فرصتين او ثلاثه محققين يعني، احنا برضو ضيعنا كورتين او ثلاثه، فالامور قريبه جدا من بعض. انت عارف اللي بيبقى موفق اكتر اللي ربنا بيوفقه ويجيب الجول هو خلاص يعني، خلاص تبقى محسوبه له يعني. الراجل لو تعامل الراجل مع المباراه طبعا كان كويس جدا، بالظروف المتاحه قدامه اشتغل صح جدا في الملعب، اختار اللعيبه اللي هو شاف ان هم هينفذوا، واعتقد ما حدش كان عنده اختلاف في اختياراته خالص يعني. بالفعل يا كابتن وائل، يمكن الاخبار اللي عندي بتتكلم على بعض الاصابات، حسام غالي العضله الخلفيه اعتقد، حسام عاشور نفس الكلام، كدمه شديده وبرد شديد، وليد سليمان، شريف عبد الفضيل، طمنا كابتن واحتماليه يعني. شريف عبد الفضيل الحمد لله بقى له فتره طبعا غايب طويله، لعب 45 دقيقه على الملعب ترتان، ده اول مره يلعب، وكان نازل التمرين مع الفرقه بقى له 3 ايام 4 ايام، فبرضه ضغط شويه في اخر المباراه كده، حس بتقل في رجله، انما الحمد لله كمل المباراه وسليم. كلمت انا النهارده طمنت عليه برضو كويس الحمد لله. وحسام عاشور كدمه جامده جدا في ركبته، لعيب بتاع سيبو سبورت داس على ركبته بالحذاء كده، ركبته بتوجعه جدا، انما هو برضو ان شاء الله هيبقى موجود معنا. وليد نفس الموضوع طبعا، الصعوبه اللي كانت عنده ان هو يلعب على الترتان دي مأثرة على جسمه بصفه عامه شويه. حسام غالي باذن الله بكره ان شاء الله نطمن عليه، انما هو ان شاء الله يبقى اجهاد بس مش هيقدر ان شاء الله كابتن، يمكن الاخبار اللي عندي ان شاء الله هنتاكد بكره ان شاء الله من عنده. لا شويه طب كابتن وائل، يمكن الحقيقه معلش انا هطول معاك شويه، ولكن يعني عايزين نطمن على النادي الاهلي، خصوصا في الظروف الصعبه اللي بيمر بيها النادي الاهلي في الاحلال والتجديد في الفتره دي، ومدير فني جديد حضرتك اكيد كابتن وائل، يعني اداره الكره في النادي الاهلي مع كابتن علاء عبد الصادق بالتاكيد في الظروف دي صعبه شويه، بالتاكيد ليك دور كبير جدا في الفتره دي في لم كل الاطراف، خاصه في النادي الاهلي الفتره دي محتاج دعم معنوي كبير جدا جدا ودعم نفسي للاعبين، لما يبقى من نجم زي وائل جمعه وزي كابتن علاء عبد الصادق بالتاكيد ليه دور كبير جدا الدور الاداري. بص يا اشرف، انت كنت لاعب كوره وعارف يعني ايه ان فريق مستقر 7-8 سنين ورا بعض متواصله بلعيبه عندهم خبرات، فلما تيجي الجيل ده يتغير كله بمجلس اداره النادي، بان انت معكش جمهورك، فده بتبقى جهاز فني جديد، مدرب اجنبي اول مره يشتغل في مصر او في المنطقه الافريقيه بصفه عامه، فالتغييرات دي صعبه جدا وبتاخد وقت، فيعني الواحد بيشفق على المجموعه اللي موجوده من اللعيبه بصراحه. الجيل اللي فات ده سبب صعب الامور على الجيل اللي جاي يا كابتن وائل، اكيد بالظبط. بالظبط، فالناس دلوقتي ما عادتش بتقبل من النادي الاهلي ولاعيبته غير المستوى اللي شافوه اخر الانجازات اللي اتحققت طبعا اكيد بالظبط. فده ضغط جامد جدا على المجموعه اللي موجوده، احنا بنحاول نساعد على قد ما نقدر، واللعيبه بصراحه بتستجيب وكلهم شخصيات كويسه جدا، كلهم بيحاولوا يقدموا، ما فيش حد فيهم بيبخل بجهد او باي حاجه، فيعني ان شاء الله بناخد منهم احسن حاجه ان شاء الله. ومجلس الاداره المهندس محمود والناس كلها عايزه تخلي النادي الاهلي احسن فريق في افريقيا، وتوصلوا للعالميه اللي احنا الدعم موجود يا كابتن وائل السنين اللي فاتت، يعني الناس ان شاء الله مش هتبخل على النادي في اي حاجه، الفرقه بندعم الفرقه ان شاء الله الفتره اللي جايه. في يناير كابتن وائل في تدعيمات، يمكن سمعنا راس حربه ولعب في خط الوسط واحتمال في خط الدفاع، هو احنا في الفترة اللي جاية دي انت عارف عندنا القائمة بتاعتنا فيها مكان واحد بس نقدر نشتريه، واثنين استبدال، فانت عارف الموضوع ده هيبقى صعب شوية، هنشوف اكتر المراكز اللي احنا محتاجينها بس في يناير، وباذن الله على نهاية الموسم هيبقى في حاجات كويسة ان شاء الله ان شاء الله. كابتن وائل اخيرا، تريزيجيه وفي خبر النهارده بيقول ان احتمال الاعتراض على او تقديم طلب
للكاف لالتماس الانذار بتاعه تريزيجيه انه مش مستحق وان ممكن يتراجع فيه الاتحاد. والله احنا هنقدم طلب، هنقدم طلب بكده طبعا، والمدرب طلب كده وان شاء الله نشوف بس اداره النادي هتعمل ايه. المهندس محمود ان شاء الله ان شاء الله. كابتن وائل كل تمنياتنا في المباراه القادمه ان شاء الله بالفوز، وكل تمنياتنا للنادي الاهلي. بشكرك كابتن وائل. شكرا كابتن وائل. يعني حق كل تمنياتنا للنادي الاهلي بالتوفيق في المباراه القادمه ودعم الجماهير هام جدا جدا في المباراه القادمه، والالتزام داخل المدرجات اهم من دعم النادي الاهلي عشان نقدر نرجع مره ثانيه للمدرجات. عموما بعثه النادي الاهلي تصل الى القاهره بعد الهزيمه من سيوسبور في ذهاب نهائي الكونفدراليه. وصلت ظهر اليوم بعثه الفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي الى مطار القاهره قادمه من كوت ديفوار عقب الخساره من سيوسبور في ذهاب نهائي كاس الكونفدراليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت. وطلب جريدو المدير الفني للفريق اللاعبين وجهازه المعاون بإغلاق صفحة مباراة الذهاب والعمل على حل السلبيات قبل لقاء العودة المقرر إقامته السبت المقبل 6 ديسمبر على استاد القاهرة. زي ما قلت حضرتك ولسه كابتن وائل جمعه مدير الكره بالنادي الاهلي قال لنا انه بالفعل جريدو طلب من الجهاز الاداري للنادي الاهلي تقديم طلب للكاف بالاحتجاج على الانذار الثاني لتريزيجيه، وايقافه بالتاكيد هيبقى فيه مشكله للنادي الاهلي، ولكن اعتقد ان مش تبقى مشكله كبيره لانه يمكن البديل موجود وموجود بكفاءه كبيره. يمكن رمضان صبحي اعتقد بشكل كبير هو هيبقى الاساسي في هذه المباراه بديلا لتريزيجيه، واعتقد ان رمضان صبحي في هذه فترة متألق بشكل كبير جدا قدر يعود مرة تانية المستوى اللي عاهدناه في الموسم الماضي، بيقدم يمكن الخمس أو ست لقاءات اللي فاتوا بصورة ولا أروع، وأعتقد أنه هيبقى ليه مستقبل كبير جدا جدا الفترة اللي جاية مع باقي زملائه بالنادي الأهلي. كل تمنياتنا الفترة اللي جاية بالتوفيق للنادي الأهلي، والأهلي يحتاج للكاف ضد حكم مباراته مع سيوسبورت بسبب إنذار تريزيجيه. قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر التقدم باحتجاج رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد الحكم الجابوني إريك أوتوجو الذي أدار مباراة الفريق أمام سيوسبورت إليفواري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية. وكان الحكم الجابوني قد أشهر البطاقة الصفراء في وجه لاعب الأهلي محمود حسن تريزيجيه دون أي مبرر، مما يحرم اللاعب من المشاركة في مباراة الإياب المقرر لها السبت المقبل. يذكر أن الأسباني جاريدو المدير الفني للأهلي كان قد احتج على الحكم الجابوني ونزل إلى ملعب المباراة عقب إطلاق الحكم صافرة النهاية ووقفه لمدة 5 دقائق للتحدث معه حول الظلم الذي تعرض له اللاعب في الحصول على إنذار بدون مبرر. يمكن الإصابات، قائمة الإصابات في النادي الأهلي زي ما بقول لحضراتكم فريق كامل، أعتقد أنه يمكن لو حطينا تشكيل كده للنادي الأهلي من اللاعبين المصابين هنعمل فرقة، أعتقد فرقة تنافس على البطولة الكونفدرالية وبطولة الدوري كمان. ولكن حق كل العذر الفترة دي وكل العون كان الله في عون بالتأكيد الجهاز الفني للنادي الأهلي والجهاز الطبي بالتأكيد لتجهيز اللاعبين المصابين. يمكن 4 أو 5 لاعبين أصيبوا في هذه المباراة الأخيرة في كأس الكونفدرالية أمام سيوسبورت. حسام غالي خلفية حسام عاشور كدمة شديدة جدا وبرد شديد، وليد سليمان وشريف عبد الفضيل. وأعتقد بشكل كبير يمكن كابتن وائل جمعة طمنا على حسام عاشور وليد سليمان وشريف عبد الفضيل، ولكن حسام غالي هو اللي لسه في مشكلة ومهدد بالغياب عن الأهلي في إياب نهائي الكونفدرالية. أصبح حسام غالي مهددا بالغياب عن الأهلي في إياب نهائي الكونفدرالية بالقاهرة 6 ديسمبر المقبل بسبب شعوره بآلام في العضلة الخلفية، وينتظر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية لتحديد مدى إمكانية لحاقه بمباراة العودة من عدمه. هنسيب بقى النادي الأهلي وروح للعرين الأبيض ونادي الزمالك اللي بيتصدر الدوري في هذه المرحلة في الأسبوع العاشر ب 24 نقطة، وأعتقد 5 مباريات فوز من العلامة الكاملة في كل المباريات منذ تولي الجهاز الفني الحالي باتشيكو مع الكابتن محمد صلاح. أعتقد أنه ماشي ولا أروع لنادي الزمالك بشكل كبير جدا جدا في التزام من اللاعبين، في إصرار على المنافسة هذا الموسم على الدوري المصري. أعتقد أن في يمكن الكيمياء بقت موجودة بين الجهاز الفني واللاعبين، خلاص مجلس إدارة ترك الجهاز الفني يعمل في هدوء بعيد عن المشاكل بعيد عن الخلافات، وأعتقد أن ده اللي بيدي ارتياحية بشكل كبير جدا للجهاز الفني أنه يشتغل فني بقى مع اللاعبين من النواحي التكتيكية والخططية وعمل الانسجام
اللازم وعمل التوليفة المناسبة لنادي الزمالك عشان يقدر يؤدي بأداء مميز وكمان على مستوى النتائج. أعتقد أن في لعيبة كتير الفترة اللي فاتت الحقيقة قدرت ترجع لمستواها، منهم باسم مرسي اللي بيحرز في المباراة الثانية ليه على التوالي يمكن 3 أهداف في لقائين وكان سبب في فوز نادي الزمالك بشكل كبير مع باقي زملائه. بالتأكيد الجهاز الفني لنادي الزمالك يمكن استفاد بشكل كبير جدا من التوقف اللي فات اللي كان في الجونة اللي 8 أيام في معسكر الجونة، وأعتقد قلت لحضراتكم إنه نادي الزمالك استفاد بشكل كبير جدا من هذا المعسكر في عمل انسجام بعض الشيء في بين اللاعبين الموجودين، رغم إن كان في مجموعة كبيرة من لاعبي نادي الزمالك في منتخب مصر، ولكن اللاعبة اللي كانت موجودة في منتخب مصر أعتقد كلها يمكن كانت مصابة الفترة اللي فاتت زي الشناوي وإبراهيم صلاح وحازم إمام، وبالتالي اللاعبة اللي تألقوا في معسكر الجونة هم اللي خاضوا اللقاءات اللي فاتت، ويمكن عشان كده نادي الزمالك بيحاول يعمل معسكرات كتيرة الفترة اللي جاية عشان يعمل التوليفة والانسجام اللازم للاستمرار في المنافسة على الدوري. 5 مباريات فوز على مع الجهاز الفني الجديد على سموحة والاتحاد وحرس حدود ونادي الرجاء وأخيرهم نادي المصري البورسعيدي، تصدر به نادي الزمالك صدارة الدوري، والزمالك يدرس إقامة معسكر إعداد في يناير المقبل. يدرس الجهاز الفني للزمالك بقادة البرتغالي باتشيكو إقامة معسكر إعداد خارجي في أحد الدول العربية خلال شهر يناير المقبل واستغلال فترة توقف الدوري بناء على رغبة المنتخب الأولمبي من يوم 8 إلى 18 يناير. وبدأت إدارة التسويق برئاسة خالد رفعت رحلة البحث عن معسكر مناسب يتخلله إقامة عدد من المباريات الودية القوية أو المشاركة في دورة ودية يحقق من خلالها الزمالك استفادة فنية ومادية. نادي الإسماعيلي اللي يمكن قبل ما ادخل الهواء كان متألقين جدا جدا وفازوا على نادي الرجاء 3-0، اعتقد المباراه انتهت بهذه النتيجه. وصل نادي الإسماعيلي 11 نقطه، ابتدى يرجع تاني نادي الإسماعيلي بعد خصم 6 نقاط منه، وبالفعل يمكن مخرجتنا ساره اسليت بتقولي النتيجه بالفعل خلصت 3-0. يمكن الخبر اللي عندي عن احمد ناصر لاعب نادي الاسماعيلي اللي انتقل لنادي الاسماعيلي في بدايه هذا الموسم من الجونه ب 500,000 جنيه، وكان هو لاعب من الاصل لاعب نادي الزمالك للناشئين. يتألق احمد ناصر بشكل كبير مع نادي الجونه في الموسم الماضي وانتقل الى النادي الاسماعيلي في بدايه هذا الموسم، ولكن ما بيشاركش بشكل اساسي مع ريكاردو. يمكن في مشكله بين احمد ناصر وبين ريكاردو، وايضا في مشكله بين ريكاردو وبين شوقي السعيد، اعتقد بعض المشاكل الموجوده في نادي الاسماعيلي، ولكن يمكن اعتقد انها تنتهي قريبا لانه في شغل كتير جدا بيحصل اداري داخل نادي الاسماعيلي في هذه الفتره لم الشمل مره ثانيه عشان يقدروا يكملوا في المنافسه على الدوري. والاسماعيلي يرفض الاستغناء نهائيا عن احمد ناصر. رفض مسؤول نادي الاسماعيلي برئاسه العميد محمد ابو السعود طلب اللاعب احمد ناصر مدافع الدراويش بالرحيل نهائيا عن صفوف الفريق مطلع يناير المقبل، وقرر مسؤول الدراويش السماح للاعب بالرحيل على سبيل الاعاره وليس البيع بشكل نهائي حتى يتسنى لهم الاستفاده من خدماته فور انتهاء فتره اعارته. يذكر ان احمد سمير وكيل اعمال اللاعب قد قدم طلبا لمجلس الاداره من اجل السماح لناصر بالرحيل نهائيا، خاصه في ظل تعنت المدير الفني ريكاردو وعدم اشراكه في اي مباراه رسميه منذ بدايه الموسم رغم المستوى الجيد الذي يتمتع به اللاعب. خليني اروح لاحمد سمير وكيل اللاعبين ووكيل لاعب احمد ناصر، واعتقد انه وشوقي السعيد كمان، اعتقد ان احمد سمير بالتاكيد هيطلعنا على اخر الاخبار، خاصه ان احمد ناصر من اللاعبين المميزين جدا جدا واللي بينتظروا بالتاكيد مستقبل واعد سواء مع نادي الاسماعيلي او مع نادي اخر، ولكن هنشوف اخر الاخبار مع احمد سمير. مساء الخير يا احمد. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. عامل ايه؟ تمام. مساء الخير يا فندم. ربنا يخليك. الله يخليك ابو كباتن. طمنا احمد، ايه الاخبار؟ يمكن احمد حامل لعيبه مميزه جدا وتابعناه الموسم المواسم اللي فاتت الحقيقه، لاعب من اللاعبين المميزين ولسه صغير. احمد ناصر ولا احمد ناصر؟ خلينا احمد ناصر الاول وبعدين اروح معاك لشوقي السعيد. تمام. احمد ناصر في مشكله وانه عايز يرحل والنادي الاسماعيلي مش عايز يسيبه، ده الخبر اللي عندي، مش عايز يسيبه كبيع نهائي، عايز يسيبه كاعاره ويستفيد منه بعد كده. هو الموضوع كله ان النادي الاسماعيلي يعني دلوقتي كان معايا حد من اللجنه الفنيه وهم متمسكين باحمد ناصر، وان هم متعاقدوا اما تم التعاقد معاه عشان نظرا ان احمد بيتمتع بالقوه والاداء المتميز من خلال ظهوره مع نادي الزمالك ومع نادي الجونه. تمام.
لكن هو الفترة الأخيرة لما جيت خواجة، طبعا انت عارف ان الخواجة ما كانش موجود في بداية فترة الإعداد وكده، فأحمد ظهر بمستوى كويس والناس بتشيد بيه وكده، فهو عندنا دلوقتي فيه أكتر من مساك وأكتر من عنصر موجود، فهم بفضلين ان هم يطلعوه عارة والفترة دي يستفيد ان هو يستفيد مثلا يشارك في المباريات ويشارك ويرجع تاني نادي اسماعيل، يعني وبعد كده يرجع تاني نادي الاسماعيل. تمام، يعني الخلاف مش على مش خلاف مادي يا احمد، الخلاف على انه مش عايز يبيعه النادي الاسماعيلي، مش عايز يتركه نهائي، عايز بس لا 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 يستفيد لا لا منه بعد كده اعاره ويرجع تاني يلعب نادي اسماعيل. لا انا حتى كنت دلوقتي في نقاش مع استاذ محمد جمال في لجنه التعاقدات، فهو رافضين خالص فكره البيع ان هم يبيعوا احمد، لان هم عارفين امكانيات احمد. حتى الجهاز الفني نفسه بيتكلم عليه كويس جدا، بس هو احمد عايز يشارك وعايز يلعب، والموضوع ده يعني مسبب له زي مشكله كده او تنش، ان هو حاسس ان هو موجود وبيأدي كويس، فاي لعيب في الدنيا اي طبعا بيتمنى المشاركه احمد، ده طبيعي ده طبيعي وده حقه طبعا، لكن هو النادي الاسماعيلي متمسك بيه وهم عايزينه، لكن احمد جاي له عروض كتيره من بره مصر ومن جوه مصر يعني، وهتنتهي المشكله دي يعني هل الاسماعيلي عنده في خلاص موافق على الاعاره ولا واحمد نصر موافق على الاعاره لسه الموضوع في تحت الدراسه. ان شاء الله الحاج محمد ابو السعود جاي اخر الاسبوع ده، وهيبقى في جلسه كده تبقى عشان يحددوا موقف، هيبقى فيها قرار ان شاء الله. طب اروح معاك يا احمد سريعا لمشكله شوقي السعيد مع ريكاردو، خاصه ان شوقي السعيد الحقيقه الفتره اللي فاتت متالق بشكل كبير جدا جدا مع نادي الاسماعيلي، وشارك مع منتخب مصر كمان الفتره اللي فاتت، فايه المشكله الموجوده مع مستر ريكاردو ومع شوقي السعيد؟ والله بص يا كابتن اشرف، هي مشكله شوقي السعيد كان فيها سوء تفاهم من اول انضمام شوقي للمنتخب. تمام، لان شوقي لما انضم للمنتخب عشان حضرتك انت عارف ماتش السنغال وتونس، تمام، فوالد شوقي كان بيمر يعني ايه بسوء في مستوى الصحي بتاعه يعني، كان عنده كده مشكله صحيه جامده يعني، فشوقي سافر انضم المنتخب وبعد كده سافر تونس، فتدهورت الحاله بتاعت والد شوقي، ففي سوء فهم وصل لمستر ريكاردو ان شوقي كان مش عايز يروح الماتش، لان هم رجعوا من تونس كان يوم الخميس، وكان ماتش الاتحاد كان يوم السبت، وانا فاكر ان انا كلمت كابتن اشرف خضر وقتها وقال لي انه كانوا عايزين ياجلوا المباراه يوم كمان والاتحاد ما وافقش، يعني كان فعلا في سرعه في بعد ما رجعوا كان في سرعه في المعسكر والمباراه كانت بعد يومين مباشره يعني، فبالتالي سوء الحاله طبعا انت عارف يعني الواحد مش هيبقى فيه اعز من عنده من والده ووالدته، هو الجهاز الفني كلم شوقي قالوا لازم تيجي، فشوقي كان في التوقيت ده وصل اسماعيليه، وبعد كده توجه للمنصوره فورا عشان يشوف حاله والده كده الصحيه، تمام، فما امكنش ان هو يسافر ايه يلحق الفرقه هناك ماتش الاتحاد، ففي حصل كده زي سوء تفاهم او سوء فهم ان هو ممكن مش عايز يروح الماتش او كده، لكن مجرد ما شوقي جه والده ودخل المستشفى وهم فعلا تاكدوا ان هو كان بيمر ب يعني عنده فعلا حاله صحيه مش بس هو ما شاركش النهارده. لا ليه النهارده دخل يعني شارك في اخر 10 دقائق تقريبا، واحنا متعودين على شوقي انه يعني دايما بيشارك كاساسي مع نادي الاسماعيلي. لا هو ان شاء الله بكره في ماتش ودي شوقي هيشارك فيه ان شاء الله، وان شاء الله هيبقى موجود في ماتش الزمالك ان شاء الله. يعني المشكله انتهت، يعني المشكله خلاص بين شوقي ومستر ريكاردو خلاص انتهت. الحاج محمد تدخل حل المشكله مع مستر ريكاردو، مستر ريكاردو تفاهم موقف شوقي والموضوع خلص يعني الحمد لله ومفيش اي مشكله دلوقتي ان شاء الله. بشكرك جدا احمد سمير وكيل لاعبين على توضيح الامور، واعتقد انه يعني وضح لنا كل الامور، وشوقي سعيد من اللاعبين المميزين جدا في النادي الاسماعيلي ومنتخب مصر، كل تمنياتنا اليوم بالتوفيق. بكده تبقى انتهت جولتنا المحليه، فصل وارجع اتواصل مع حضراتكم، ولكن مع زلزال التغييرات في المدربين مع خليجي في الاخبار العربيه.